تنتظرون شروق الشمس. شوفوا شلون دا يتدربون دين الساحل اللي يطلع. طبعا الساعة 5:30 الفجر اجينا حتى نشوف شروق الشمس. اني عبالي بس احنا راح نكون موجودين. شوف الازدحام اللي صاير على البحر الساعة 5:30 الفجر. فتخيل الساعة 5:30 الفجر اني عبالي بس احنا راح نكون موجودين هنا. بس شوف ايش قد ناس دا يسبحون حتى. شوف مثلا ذاك وين وصل بالسبح. ساحل قونيا آلتو أنطاليا. فأني عبالي بس إحنا راح نكون موجودين بس طلع شوف إيش قد ناس. ازدحام أكثر من العصريات. حتى الناس أكو هناك مدى يبين عندكم مدري. شوف بس كلش ازدحام. 5:30 الفجر دا ينتظرون شروق الشمس. طبعا جيت لأنطاليا. أنصحكم أفضل شيء تسووها تجون ساعة 5:30 تنتظرون شروق الشمس. الأجواء خيالية. شوفوا الناس شلون ازدحام. الكل جاي دا يصورون شروق الشمس. طبعا شوفوا نظافة المي بساحل قونيا آلتو بأنطاليا. شوفوا دا تفين القاع كلها. طبعا شوفوا بلدية شو موفر لهم هذا الساحل. شوف هذا الدوش اللي تعرفون المي مع البحر مي مالح. فهذا منه تفتحون المي حلو ده يجي 24 ساعة مفتوح. تقدرون بعد ما تخلصون البحر المي مالح تسبحون المي حلو وتطلعون. وأكثر شيء الأجانب. شوفوا جايبون حتى الخيام مالتهم الكامب. مسوين كامب على البحر. يعني هذا مفتوح للكل. تقدر تجي الكامب تجيب الكراسي مالتك تنام هنا بالليل. يعني شيء خرافي. أجواء حلوة. طبعا من تجون أحلى شيء على ساحل قونيا آلتو تقدرون تخلون سياراتكم هنا مجانا يم الشارع. شوفوا شفت شغلة حلوة هنا. شوفوا هاي الجنط هذول بنات نايمات بالشارع. يعني ما مأجرين فندق فجايين ينامون بالحديقة يم الساحل. يعني شغلة عادية كلش. ثلاث بنات الجنط مالتهم شفتهم نايمين. شوف البلدية شلون ينظفوا من الصبح. هذا واحد من البلدية ينظف شكو بالساحل. طبعا انتبهت على شغلة. اللي يسبحون حاليا الصبح للظهر كلها أتراك. بعد الظهر للمغرب كلها أجانب. فليش ما أدري. طبعا هذا أجمل مكان بأنطاليا. قبل ما توصلون شوفوا الساحل هنا هسه صاير. فراح أشوف لكم إياها. بس حفيد أشوف لكم وشوف الشوارع مالتها شونها شون نظيفة ومرتبة. الخضار هنا مهتمين على النظافة كلش. هاي السكوتر تقدرون تأجروهم يعني بدل التاكسي. لأن التاكسي هنا شوية غالي. فهنا تقدر تخلي الكارت مالتك تنفتح. هاي شوفوا تنفتح هاي الواير تطلع هذا الماطور الكهربائي. تقدرون تفترون بها داخل أنطاليا. فشوفوا هي هاي المكان. شوفوا هنا مكتوب أنطاليا. الناس دا يطوقون صور. بس شوفوا المنظر. هذا المنظر تشوف لكم اياه. هذا اسمه قونيا آلتو سايلة. يعني ساحل قونيا آلتو. فهذا تقريبا اكبر واطول ساحل موجودة بمدينة انطاليا. راح اشوف لكم داخل التفاصيل والاسعار بهاي المنطقة. بس حبيت اشوف لكم المنظر من هنا. شوفوا الاجواء شلونها. واني دائما انصح انه تجون بشهر التاسع ايلول. لان اجواءها حلوه مو حاره كلش. ف واسعارها زينه لان مو وقت السياحه. لان شهر السادس والسابع والثامن هواي السياح دا يجون. بس حاليا السياح شويه قل والاجواء فتشي. فانصح دائما اني من تجون السياحه. اني حاليا
انا عايش بتركيا بس ما اجيت بشهر غير الاشهر، اجيت بشهر التاسع حتى اشوف لكم الاجواء هنا شلونها وشوف المنظر. طبعا شلون شوفوا من الخشب مسوين الارضيه الخشب، وهذا المنظر خلين هيجي عمود وعلى شجار، والمنظر مال ساحل قونيالتا. طبعا هنا الاجواء حتى بالليل يصير يخبل، بس شوفوا حس حاليا طبعا شوفوا شوف تسلم وملات مالت حتى مال انطاليا، شوفوا ايش قد حلو شكله شلونها ازرق، هذا مال جام الاخضر وهذا مال بلاستيك والثاني يمكن مال اوراق، يعني خالين على كل نوع من الزبالة شكل. اشوف هنا الروسيات يطقن صور على منظر ساحل قونيالتا، فاني هم اريد اشوف المنظر من هنا، صار عندي فضول لان هذا بدا يطقون صور من هنا، فحبيت هم اشوف واشوف لكم المنظر. شوف شلونها اجواء اللفت شي، هذول احسن شي جايين هنا اخر شي ودا يسبحون بالزاوية بعيدين عن الناس. هم ازدحام شهر التاسع بس احلى من باقي الاوقات، فراح اعطيكم شغلة حلوة نانا الاسعار، خلي احكي شوية عن عامة عن الاسعار. هو يسألوني عن الاسعار اللي بتركيا ايجار او شراء، فاني رأيي الشخصي افتريت المحافظات كلها، المحافظات الكبيرة راح احكي شوية، انقرة مثلا او اسطنبول او انطاليا او قونيا، المحافظات الكبيرة عامة الاسعار تقريبا نفس الشيء، شوية اكو اختلاف يعني واحد اغلى من الثاني، بس اما الاسعار البيوت تبدي الايجار من 400 دولار الايجار الشهري، 400 دولار الايجار. فهذا هم خلي شوف الرمان بالشارع وانت ماشي، شجرة رمان بانطاليا شوف شلونها وما حد يمد ايده عليه، حتى كاتبين ممنوع تلمسهم، يعني شوفوا يهتمون على اشجار بانطاليا. طبعا هذول تقدرون تأجروهم هنا، شوفوا دا يأجرون من هنا الساعة ب200 ليرة يعني تقريبا 6-7 دولارات. الحلو تسلا، شفت سيارة تسلا بصراحة كهربائية، فهنا بانطاليا شفت هواية بصراحة. والحلو بعد اكثر ان باركينج اللي صاير على الساحل مجانا يعني، واكو شغلة اكو باركينج هناك مال البلدية مع البلدية ساعة واحدة تبقى ساعة واحدة ببلاش، بعد ساعة تبدي عندك بنص دولار، يعني فعلا أنطاليا أرخص من اسطنبول. أنا شفت هيجي يعني بكم شغلة، بعد ما راح نشوف وياكم الأسعار حتى أشوف، بس أني فعلا دا أشوف كل المناطق يعني السياحية أرخص من اسطنبول، فهذا اللي ليش ناس يجون لاسطنبول ما ادري، ولو فعلا ماكو شيء باسطنبول يعني صح اكو اماكن سياحيه حلوه، بس انا رايي مثلا انطاليا او غيره الانيا وغيره احسن من اسطنبول واجمل من اسطنبول وارخص من اسطنبول. شوفوا هنا دا يلعبون طوبه تدريب يدربون، جايبهم المدرب جايب الاطفال، هيجي الاجواء على الساحل. هنا الساحل حاليا هسه راح نروح اشوف لكم، شوف بس شلون دا يلعبون، خلينا عمود هنا شوفوا شلون دا يتدربون. طبعا شوفوا الطريق شلون، هاي الاشجار الموز خالين الساحل دا يطلع من المقهى ومن المقهى على الساحل. شوفوا العوائل شلون جايبين الكراسي والمصة، ما ادري ناسيها بالعربي مصة مالتهم يعني الطاولة مالتهم. يا اخي متونسين عايشين الحياة،
فهم ارجع انصحكم تعالوا بشهر التاسع. شوفوا خالين دوش هذا مجانا. شوفوا هنا اكو دوش تقدرون تاخذون دوش مجانا موجوده بكل مكان تقريبا. وراها هذا الابيض تواليت هذا كلها مجانا على ساحل قونيالطة. حاليا شهر التاسع فالاجواء الا فتشي. حتى خليلهم شوف تشوب كتصو يعني سلات المهملات حتى لا حد يشمر الزبالة مالتها على الساحل. تقدر تخليه هنا شوفوا كل مكان خليل وحدة واحد اثنين ثلاثة وده يروح هيك. هذا الساحل اقرب ساحل من مركز مدينة انطاليا كونيالت ساحل. فاكثر اللي يجون انطاليا اكيد يعرفوها. هذا باعتبار مي حلو ها يعني تطلع من البحر اذا مي مالح تقدر تنظف جسمك بهذا الدوش خليها البلدية بلاش. وراها تواليتات هذن الابيض تواليتات ببلاش. طبعا شوفوا الاسعار هذني اريد اشوف لكم الاسعار اللي صايره بمنطقه كونيالطة بساحل كونيالطة. شوفوا الناس هذول الجيت سكي مالتهم بنص ساحل كونيالطة الاسعار هيجي. الجيت سكي 15 دقيقه هنا نشوف مكتوب 15 دقيقه ب 100 دولار تقريبا والنص ساعه ب 200 دولار. اما رينجو هاي واحد مرة واحدة ب 700 ليرة يعني تقريبا ب 20 دولار. الباراشوت هاي مرة واحدة تقريبا ب 80 دولار مرتين ب 150 دولار تقريبا السعر التقريبي. هاي الاخر شيء ساعة واحدة ب 300 دولار تقريبا 10 دولارات. نص ساحل كونيالطة. طبعا شوفوا هذول اماكن خاصة مسوين جايبين الشمسيات مالتهم والمقاعد الكراسي فهي اماكن خاصة. وهاي مثل غرف الصغار غرفة خاصة يصير لك يكمل ساحل تقدر تأجره يوم كامل. اليوم كامل تأجر هذا تقريبا 20 دولار الشخص الواحد. اما الكراسي العادية تقريبا بخمس دولارات الشخص الواحد. هذا بساحل كونيالطة اسعار هاي الكراسي شوية غالية. وهاي الطرف كلها خاص الفندق اللي يبقون اكو فندق اللي يبقى بهذاك الفندق يجيبوهن تقدر تبقون هنا ببلاش. يعني الناس اللي باقين هنا اللي يقعدون هنا كلهم مأجرين الفنادق مالتهم الخاصة يجيبوهم. فشوف هنا شوف هنا شلون يسبحون هذول. شوفوا مثلا جيت فتحت الحنفية جت المي على الدوش. شوفوا هذا الطفل شلون ياخذ دوش هنا طبعا هذا المي مستحيل. شوفوا مثلا انطاليا بيوش شهر بلديسي يعني بلدية كبيرة انطاليا بيوش المي حلو لان مي البحر مي مالح نهائيا نهائيا ما تقدر تفتح عينك بيها. فاني عيوني تدمرت فلهذا اخذت دوش. المي حلو خالين كل مكان. شوفوا مثلا هنا وحدة وراها التواليتات هنا هم واحدة وراها تواليتات كلها ببلاش تقدر تستخدمهم. الأسعار المي هنا مثلا شوف أماكن خاصة ما يخلون أحد يصور بس سعر المي مثلا 10 ليرات يعني تقريبا نفس المدينة. يعني المدينة بسبع ليرات هنا بعشرة يعني تختلف شوي أسعار شوية غالية هنا بس زينة يعني كمنطقة سياحية وهاي زينة أنا برأيي الشخصي. شوفوا هذا المكان تقدرون تأجروها ب 25 دولار عائلي على اساس تقدرون تسدوها بالباردات هم صايرة على الساحل او تأجرون هاي المقاعد هنا مقعدين ب 15 دولار. هذا ب 15 دولار هذا الثاني ب 20 25 دولار ليوم كامل. طبعا احنا اجرنا تشوفوا هنا كود تروح تحكي لهم يفتحون عن طريق هذا الكود مثل يفتحون لك هذا الكراسي.
هاي كرسي كل واحد تقريبا 10 دولارات الشخص الواحد، 10 دولارات لكل شخص، لأنها فتحنا اثنين دفعنا 20 دولار. بس تقدرون تأجرون مثل بيوت، شوفوا هذين البيوت مثل غرفة يعني، حتى ببردات تقدرون تسدون البردات مالتهم. هذا الشخص الواحد بعشرين دولار، الشخص الواحد بعشرين دولار، إذا شخصين يعني تدفعون 40 دولار، يعني عائلي بنص ساحل قونيالتا مركز مدينة أنطاليا. أكثر شيء يعجبني المشي، هاي المشي بالضبط، شوفوا هنا المشي بين الحديقة والساحل. شوفوا هنا الأسعار، خلي أشوف لكم الأسعار. البرتقال مثلا small medium large 30 ليرة، يعني دولار واحد بدولار ونص بدولارين يعني تقريبا البرتقال. هوش والله كتير شيء كلش. شوف الأسعار، تقدرون تفهمون الأسعار هنا. كل 27 ليرة دولار واحد، 27 ليرة يعني 30 ليرة يعني دولار وشوية، بس أنا حسبتها دولار حتى تصير عدل عليكم. هاي مين كم بوفيه يسموها، يبيع هنا شغلات باردة مثل المرطبات عندنا. فشوفوا الناس هنا العوائل جايبين كراسي والأكلهم وشربهم، يبقون من الصبح لل مغرب لليل، حتى اكو ناس نايمين يعني عادي، ما مأجر فندق جاي نايم هنا يم الساحل، حديقة يم الساحل، هنا ما حد يقول لك ليش نايم ليش قاعد ما ادري شنو. طبعا هذا مثل ما ذكرتكم بيه الساحل، شوفوا حتى منبهين انه اجرة SWC يعني كتواليتات هنا ببلاش، تنس و بسكليت يولو، هذا مال طريق البسكليت يعني طريق الدراجات الهوائية او البايسيكل. شوفوا الناس عوائل هنا نايمين اصلا. خلنا اشوف لكم الساحل، يعني بس تمر على اليسار تجيك الساحل وعلى اليمين المدينة. شوفوا الساحل، فهذا مثل ما قلت لكم أكبر ساحل تقريبا، أطول وأكبر ساحل موجودة بمدينة أنطاليا، اسم الساحل كونيالتا ساحل. راح أضيف لكم الموقع والاسم الساحل على صندوق الوصف. حلو، شوف هنا الناس هذول الناس عاديين يعني جايبين الشمسيات مالتهم هم شخصيا، الكراسي مالتهم، وقاعدين هنا ببلاش يعني ما حاجة تأجر، بس اكو ناس اغنياء وهذول جايين يأجرون. شوفوا مثل الغرف، هذول اغلى شيء اللي صايرة مثل غرف، حتى بي باردات تسد الباردات حتى ما حد يشوفكم. بس اكثر شيء هنا أنا يعني انا كنت قبل فترة كنت حتى تشوفون المقاطع مالتي يمكن شفتوها بالقناة، فكنت بطرابزون، طرابزون كلها سياح العرب يعني 90% 95% سياح العرب، اما هنا بأنطاليا 90-95% روس والأجانب، أكثر شيء الروس الروسيين. فهذا ساحل هيك، شوفوا هذا كان كاتبنا تنس هنا، شوفوا تنس، أجواء هاي خبل إلا فتشي. طبعا مثل ما ذكرتكم شهر التاسع تعالوا عليها أنطاليا، أجواءها حلوة أسعارها زينة لأن مو وقت السياحي، حتى الفنادق أرخص يعني فنادق قبل شهر أو شهرين تأجروها مثلا ب100 دولار هسه تأجروها ب70-60 دولار. شوفوا مثلا هذا برجر تقريبا نفس أسعار المدينة أو حتى نفس أسعار أنقرة أو إسطنبول، يعني مدى يختلف شيء نهائيا. فشوفوا حتى الأماكن فارغة، مو فارغة على مود إنه ما أدري شلون يعني مو فارغة، لأنه وقت الشهر التاسع ما بي ماكو سياح قليل، فاللي يجي الشهر التاسع أولا رخيص، ثانيا جوه حلو. فأني دائما من أجي طرف أنطاليا البحر الأبيض يعني أقدنس يعني على طرف أنطاليا أجي شهر التاسع بصراحة.
ما ادري ليش كل شيء ارخص وكل شيء اريح، ليش اجيب وقت الازدحام وابهدل نفسي؟ شوف الاسعار، واحد من المطاعم اللي صايره بانطاليا، شوفوا الاسعار حتى اشوف لكم اياها، تقريبا ارخص حتى من اسطنبول. قهوالطي وقهوالطس مثلا 180 ليره، يعني تقريبا 4-9 دولارات. تتخيل؟ اشوف الاسعار، تقدرون توقفون وحتى تقرون الكلمات موجودة بالانجليزي. شوف القائمة، البيتزا مثلا 138 ليرة، يعني تقريبا 5 دولارات. عندهم اهم شيء هنا شفت الشاي 28 ليرة، والباقي تقدرون توقفون الفيديو تقرون الاسعار وتشوفوها حتى بعينكم. صودا ب 25. عسى حاليا هاي مقابلكم كونيالتي صايدة. طبعا شوفوا انتو تمشي بالشارع مسوين اعلانات على كل الرحلات اللي موجودة على انطاليا، شوف وكلها مكتوب جواها، هي يعني نقول كتابهم، شوف حتى رقمهم هاي، كل يوم عندهم رحلات وعلى اي كل اماكن، احفظوا الرقم تفيدكم على الواتساب تقدرون تتواصلون وياهم. شوف هاي الرحلات كلها موجودة، بس احسن شيء افضل شيء تجربون سلواضة، هاي افضل رحلة راح تجربوها، فراح اسوي فيديو عليها على هاي الجزيرة وراح انزلها ان شاء الله تعجبكم. بس فعلا فعلا بدون يعني اسعار، اكو شغلات ارخص من اسطنبول نص السعر، تخيل نص السعر الى هالدرجة، بس اكو شغلات اغلى من اسطنبول، فهذا هم خلي يصير ببالكم. طبعا هذا يمنا احنا نشمرها، شوفوا هنا بانطاليا حتى يبيعوهن الكيلو تقريبا 3 دولارات، هاي التين الشوكي، فانصحكم تجربوها شوفوا بالشارع، بس هم ما يخلون السحاشين يمكن شلعوا هذول اللي صاير على الشارع، بس هذا انصحكم تجربوها الكيلو تقريبا 3 دولارات هنا، بس طعمه الا يخبل. احنا بالعراق كنا نشمرها اتذكر والله. شوفوا مطعم ثاني اكلنا بيها هاي بمنطقة كونيالتو، شوفوا هنا اكلاتهم الاسعار، دونر مثلا طو دونر يعني لفة دجاج 100 ليرة، يعني تقريبا 3 دولارات. شوفوا همبرجر 140 يعني تقريبا 5 دولارات، فتقدروا توقفون الفيديو تشوفون الاسعار. هنا المشروبات، طبعا شوفوا هذا واحد من الفنادق اللي صايرة على البحر، هذا الفندق هذا البحر كونيالت ساحلي، واحد من اشهر السواحل موجودة بانطاليا، وهذا اشهر مكان بانطاليا. السعر الليلة تخيل هنا بيش السعر الليلة هنا الشخص واحد 50 دولار. فهذاك الثاني مثلا شوفوا هذا ما بي مسبح فقط، اما هذاك الثاني بي حتى مسبح على البحر، قهوة داهيل يعني فطور صباحي هم وياه، الشخص الواحد 65 دولار، دا يبدي الاسعار من 65 دولار. اما على البحر الواجهة اللي صاير على البحر تقريبا دا تبدي من 90 دولار، فهذا الاسعار. طبعا مثل ما قلت لكم اسعار تقريبا نفس اسطنبول، واكو شغلات ارخص من اسطنبول هم. انا حاليا بانطاليا مثل ما شفت الفيديو بساحل كونيالتو، اسم الساحل كونيالتو، من السواحل المشهورة بانطاليا، هي مركز مدينة تقريبا يعني كبيرة وطويلة وجميلة كلش. فان شاء الله تعجبكم الفيديو، لا تنسى اعجاب والاشتراك بالقناة وتعليق، تقدر تتواصل وياي عن طريق الانستغرام راح اخليها بالوصف جوا. تحياتي لكم.